ورجعنا لحضراتكم بقى ولسه في النادي الاهلي، ولكن هنروح لكره السله. الفريق الاول لكره السله رجال من النادي الاهلي هيخوض مباراه مهمه جدا النهارده، هيلتقي مع نظيره فريق الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمع الفريقين في اياب نصف نهائي بطوله الدوري المرتبط للمحترفين. من المقرر ان تنطلق المباراه في 8 مساء بعد البرنامج، هيبقى في استوديو تحليلي هنا طبعا من الاستوديو التحليلي هنا في قناه النادي الاهلي، والمباراه في صاله برج العرب بالاسكندريه. ويسعى الفريق الى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز بعد ان خسر مباراه الذهاب بنتيجه 61-75، والنهارده فاز فريق الشباب كمان على الاتحاد. يعني يتوقع مهمه الفريق الاول بعد البرنامج النهارده ان شاء الله هتكون مذاعه على قناه النادي الاهلي، وباذن الله نبارك للاهلي بالوصول للنهائي. وطبعا كعاده اداره النادي الاهلي، قررت اداره النادي الاهلي توفير اتوبيسات مجانيه لنقل الجماهير للاسكندريه اليوم لمسانده الفريق. كل التوفيق لفريق النهارده، وهنستنى مع بعض كابتن هيثم بقى بعد الهوا الاستوديو التحليلي يعني.